هارفي علامة سعودية تنافس الكبار في عقر دارهم. من وحي مطاعم الوجبات السريعة والإقبال عليها في أوروبا، عاد أحمد السعيد إلى المملكة في مطلع الثمانينيات محملاً بأفكار خلاقة. عام 1981 أسس السعيد بالتعاون مع حمود الإبراهيم أول مطعم هارفي في الرياض، وأتبعاه بمخبز هارفي عام 1982، ومن ثم انضمت إلى مجموعة صافولة. في غضون سنوات أصبحت هارفي رائدة في نشاط المطاعم والمخبوزات والحلويات وتصنيع اللحوم أيضاً. مطاعم هارفي نجحت في أن تكون أكبر سلسلة للوجبات السريعة في المملكة بأكثر من 368 فرعاً مملوكاً ومستأجراً، إضافة إلى حقوق الامتياز الممنوحة لمطاعمها في الكويت وبنغلاديش. أما المخابز فتحولت من مجرد مزود إلى مورد رئيسي لأنواع المخبوزات في أنحاء المملكة، تقدم مجموعة متنوعة من التوست والمعجنات والكروسان بأنواعها والشابورة واللحوم المجمدة.